نشر صحفيون مقطعا لاعتداء أنصار تيار الحكمة عليهم أثناء توطيتهم لتظاهرات منددة بمظاهراتهم التي خرجت الجمعة الماضية. الاعتداء على مراسل الشرقية وعلى كادر آي نيوز في البصرة. كل شيء ما صار، يعني مجرد انه لقاءات بالمواطنين بس، اكو جماعه الظاهر يسعون الى انه ناخذ اراء واراء غير حقيقيه، لذلك اعتدوا علينا ضربونا واخذوا اجهزتنا، ويعني يلا وصلنا للقوات الامنيه حتى انه يحمونا.